طالب من المحسنين تعاونوا معايا بيت نعيش عيشه زينه انا ووليداتي. راكم شفتوا الحاله، راه كنعس غير على الارض. علاش كنعس؟ ومالطه وحده هي اللي كنتغطى بها انا ووليداتي، ربعه الوليدات. ودابا كنلقى حتى فين كنغسل وليداتي، خاصني دابا نغسل ليهم، خاصني نخرج حتى لبرا باش نسخن ليهم الماء ونغسل ليهم برا. اخوتي انا ما كاينش كيقدر على هذه العيشه. انا صبرت صبرت، ماشي ما صبرت، واخا هاد العيشه راه الله مكتب علينا هادشي نعيش، والله امتحان من عنده كيعطي لينا واش غنقدروا عليه ولا ما غنقدروش عليه. حتى انا بغيت نكون انا بحالي بحال الناس، مي حالي نفرج وتاني يجوا عندي الناس ونرحب بالناس، وليدي حتى هما يلقاو فين يغسلوا ولقاو فين يكونوا حتى هما فين يدوروا. دابا كنجري على ولادي الزنقه، كيحس بصحه الدراري ما خاصهمش يخرجوا الزنقه، وانا كنجري على وليداتي برا باش يلقاو لي اتساع يخلوني فين نجمع وفين طيب وفين نغسل. ولدي الكبير ما بقاش عام شهرين دابا ما غسلش، ما كيغسل، كيقول يا ماما كنبغي ندوش، ما كيلقاش فين يدوش. الطواليت محبوسه، كانت هرس ليا واحد الكرسي ديال الطواليت، صافي الدري ما بقاش كيغسل، ما عنديش الماء، ما كنسقي غير من عند الناس. الناس شي يعمر ليك، شي ما يعمرش ليك، شي يسد عليك الباب، شي يقول لك ما عنديش. صبرت، الناس كراو ليا هذا المحيط، كاري عليا غير واحد السيده الله يجزيها بخير، هي اللي كاري عليا ب 12000 مسكينه، تخلص عليا من شهر لشهر. ما لقيتش انا باش نكري، خدامه غير في المرسى، مره كاين مره ما كاينش، يعني ما غتقدرش تكري بديك 20 ولا بديك 30 يوم. بنادم راه ما غيزطتهاش. كنطلب من خوتي المحسنين يتعاونوا معايا ويشوفوا في حق وليداتي، عندي ربعه الوليدات يشوفوها في حق وليداتي، يتعاونوا معاهم ويعطوني. شفت انا شي سكينه فين استقر انا وليداتي وفين ديسا، هادشي اللي كنطلب اخوتي. ما بيت والو، بيت عاد شي ميحيل فين استقر انا وليداتي، وخا بيت الكوزينه غيكون بتيسا، ها فين الدور انا وليداتي، وفين شقا انا وليداتي، وفين يلقى وليداتي راحتهم. هادشي اللي بيت، ما بيت شي حاجه، ما بيت لا ماكله لا والو، بيت بيت الكوزينه فين استقر انا وليداتي، هادشي اللي بيت. ولاد الصغار ما كيلقاوش فيه غسلو، كنبغي نغسلها لولادي كيتوسخوا ولا شي حاجه ما كنلقاش فين كنغسل ليهم. الا طلبت الماء ما كنلقاش، خاصني نخرجهم برا فين كنغسل ليهم. الدراري ضحكوا عليهم، وولدي الكبير ما كيتقبلش داك الشيء، كيقول لي بابا شوف الدراري كيضحكوا عليا وانا كنغسل برا. علاش بابا تعالى ما تكونش عندنا دارنا فين استقر بابا؟ وليدك ولادي بجوج كبير ما بقاش يقعد ليا. وليد دخل يقول يا ماما انا ما بقيتش قادر لهاد العيشه، هادشي يا ماما ما مزيانش يا ماما، اشنو حنا ما عندناش فين نغسلو؟ الناس كاع كتلقاو فين يدوشو. من راسي انا وجبت كنطلع من المرسى ما كنلقاش فين نغسل.